شهد إقليم كانم مناسبتين لوضع حجر الأساس لبناء مجمع النفط والغاز والمعهد العالي للبترول بماو من قبل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وحول أهمية هذه المناسبة التاريخية التي تساعد في دفع عجلة التنمية، أعد الزميل محمد حسن آدم الورقة التالية. إن مناسبة وضع حجر الأساس لبناء المعهد الوطني العالي للبترول بماو حاضرة إقليم كانم لم تكن مقصورة عن سابقتها من حيث الديكور والخدمات البروتوكولية والأمنية، إلى جانب الجمهور الحاشد الذي حضر للمشاركة في فعاليات هذه المناسبة والتي جاءت تحت الرعاية السامية لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وإن مثل هذه المبادرات تترجم الأقوال والوعود إلى أفعال واقعية ملموسة يتعايشها المواطن البسيط. أبناء الإقليم قالوا بالأمس القريب قد شهد الإقليم وضع حجر الأساس لبناء المجمع النفطي والغازي بريكريك، واليوم أيضا شهدت مدينة ماو هذه المناسبة التاريخية، معبرين عن عميق شكرهم وإرفانهم لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. أنا في السمين ده السمين أنا بترول ثم تاني السمين أنا كارم أنا بري المقصودين بري رئيس الجمهورية أشكر كثير الله يوديك تاب. أنا هو بريزدا ده إن شاء الله صغلا صغلا كثير قدرة كلك صادانا كريم في 100%. فضل ده شنو فضل علينا إن شاء الله علينا الناس على رجال كريم خاصة الناس على رجال كريم علينا نشيل المسؤولية نضغط وراء قيادة يجري يلقى كبيره يا رجاء هم بس ياخذوا في استثيه انا بطرو شغل انا ممكن يخشك شات كل خاصه انا كريم استثيه ده الناس يجري في كريم ياخذوا في ممتا ياخذوا في استثيه في بطرو. نشكر رئيس الجمهوريه ورئيس الامين ان شاء الله بكنا بلا شكرنا لبطرو الله مستمرات ما شاء الله ما شاء الله نشكر رئيس الجمهورية ورمنا في الليلة نهار كل نهار إن شاء الله الله يزيد وربنا يعونه إن شاء الله في الليلة نهار كل كتان رئيس الجمهورية ربنا سبحانه وتعالى يعونه ويزيد وأنت كل شكرا شكرا ربنا إن شاء الله. أخوانك أخرين أنا معودة أخواني إننا كل كان فرحانين الشعب بلاشا أنا كان كل كان فرحانين في رئيس الجمهورية إننا مرة واحد. ترأس حاكم إقليم لوغون الغربي محمد بشير دوسا حفل تكريم الفائزين في المسابقات القرآنية بالإقليم التي تنظمها كل عام شركة سولفين تشات ضمن أعمالها الخيرية بالإقليم. أحمد ياسين عبد الرحمن والتقرير. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ضمن أعمالها وأنشطتها الخيرية دأبت كل عام شركة سولفيتشات تنظيم مثل هذه المأدبة القرآنية تكريما وعرفانا لأهل القرآن وتشجيعا لأبناء المسلمين بالإقليم للاهتمام بالقرآن الكريم والعناية به حفظا وترتيلا كما أنزل. رئيس اللجنة التنظيمية الحاج عيسى بكر والجوني أحمد موسى رئيس لجنة التحكيم شكرا في خطابهما جميع الحضور والطلاب على المشاركة الفاعلة لإنجاح المسابقة خلال شهر رمضان المنصرم والتكريم اليوم، سائلين الله أن يضع ذلك في ميزان حسنات فاعل الخير الحاج ريم حسين. الجائزة الأولى في القرآن الكريم كاملا فاز بها الطالب محمد عيسى عبد الرحمن حيث سلمها له حاكم إقليم لوغون الغربي محمد بشير دوسا، وهي عبارة عن دراجة نارية وظرف مالي وكتب وشهادة مشاركة، وهكذا وزعت الجوائز للفائزين حسب ترتيبهم في جميع الفروع. شرفنا كلنا نحن أبنائنا يعلموا الدين والناس عن زي شركة سولفيت يقدم كل سنة مبلغ كبير عشان الناس يشاركوا في أمور الدين ويسووا مسابقة تشجيع وأني برضو مشكروه ونسجلوه إن شاء الله. أما رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفرعي بلوغون الغربي الشيخ محمد طاهر عبد المحمود هو الآخر شجع مثل هذا العمل الخيري وتمنى من القائمين الاستمرار فيه، بجانب كلمة ممثل الديانة المسيحية بلوغون الغربي الذي أعجب بمثل هذه الأعمال الخيرية التي تزيد من تمسك العباد بالله والقيم الإنسانية النبيلة التي حثت عليها جميع الأديان السماوية.